استاذ علاء حمام، سلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. استاذ علاء والنبي لو تكرمت سريعا كده الان وانا بكلمك، لسه ماشيين العمال من قدام بوابه نادي الزمالك، في بعض طبعا محبط وناس فطرت في الشارع، وفي بعض منهم بالتحديد 3 أو 4 راحوا اسم العجوزة، كانوا متواصلين معايا قبل اللايف وخلصوا محاضرهم ومشوا، وفي مجموعة تاني ستقوم بتحرير محاضر باكر، وفي بيان هيصدر من العمال والموظفين باكر. مع احترامنا لكل شيء لابد أن يجري بالقانون وبالاحترام. تفاصيل ما حدث اليوم بعد ما اتبهدلوا امبارح بتوع المتابعة والحريم، اتطردوا النهاردة كل العمال اتطردوا، ردك والتفاصيل لو عندك. نحن كنا قلنا امبارح ان فعلا لازم العمال يكافحوا عن طريق القانون ان هم يحصلوا على حقوقهم ويثبتوا حالة دي الفصل التعسفي اللي حصل لهم والمضايقات اللي قام بيها رئيس النادي والقرارات المؤذية اللي خدها ضدهم، ان هم يلجأوا للقانون علشان يحافظوا على حقوقهم ويكافحوا في طريق القانون لحد ما ياخدوا حقوقهم. ده اللي احنا كنا قلناه امبارح وده الطريق السليم، وانا بحييهم ان هم بدأوا يسلكوا المسلك القانوني للحفاظ على حقوقهم. يعني 95 انا قدام الورقة اهي زي ما ملوهاني، 95 محضر لغاية دلوقتي غير محاضر النهاردة وبكرة اتحررت ضد مرتضى منصور وتجاوزه وطرده للعمال، وانه يديهم اجازه بدون مرتب في مخالفه واضحه وضد توجه الدوله في الحفاظ على العماله ودخول الناس الغلابه. طيب ماذا لديك من اخبار كمان يا استاذ علاء في ملف الزمالك؟ اتفضل. انا كان بس على موضوع الاستاذ ممدوح عباس وكلام رئيس النادي. رئيس النادي النهارده نشر تصريح على الموقع الرسمي كله مغالطات وكذب. طلع رئيس نادي الزمالك نسي ان الاستاذ ممدوح عباس اكتسحه في انتخابات 2008 ونجح عليه بفرق اكتر من 2000 صوت. طلع يقول ان هو تولى النادي في صعقه مشبوهه ايام المهندس حسن صقر. انت نسيت ان الاستاذ ممدوح عباس وقايمته فرموك في انتخابات 2008 ونجح عليك بفرق 2000 صوت، وبعد ما عرفت الفرق كنت عمال تولول في النادي وكنت واغمى عليك من الصدمه. نسيت 2008 لما اتسحب في الانتخابات ونجح بالقايمه بتاعته كلها ولا واحد من عندك نجح، لا انت ولا اللي كانوا معاك ولا واحد فيهم نجح. نسيت اللي جرالك في 2008؟ نسيت لما اغمى عليك في النادي وكنت عمال تولو لما خسرت الانتخابات بفرق 2000 صوت؟ نسيت؟ نسيت يا راجل؟ يا راجل ده انت ما فيش ولا واحد في قائمتك نجح، كل اللي كانوا معاك سقطوا، انت نسيت يا راجل؟ انت فاكر ايه؟ فاكرنا بننسى يعني؟ يا راجل ده انا مصورك بنفسي وانت مغمى عليك في النادي بعد النتيجه، بعد ما عرفت ان ممدوح عباس وكل اللي معاه نجحوا، ولا واحد في قائمته سقط في 2008. نسيت يا راجل؟ نسيت؟ كمان طالع برضه لسه عمال يتكلم في اهدار مليار جنيه، اهدار مليار جنيه. رئيس نادي الزمالك بقاله 4 سنين بيتكلم في الموضوع ده. 40 سنة مش 4 سنين. انا عايز اعرف انت محامي ازاي وعمال تقول انا اشطر محامي في مصر واكبر محامي في مصر، بقالك 4 سنين عمال تتهم ممدوح عباس باهدار مليار جنيه. يا راجل مش قادر تاخد خطوات قانونية ضده؟ يا راجل بقالك 4 سنين وعمال تقول انا ألفت كتاب في القانون وأنا صغير وأشهر محامي في مصر، مش عارف تاخد عقوبة ضده؟ بقالك 4 سنين مصدعنا، كل يوم تطلع وكل شوية تطلع تقول إهدار مليار جنيه، إهدار مليار جنيه نادي الزمالك، يا راجل مش عارف تاخد عليه حكم. يا راجل بقالك 4 سنين بتتكلم في الموضوع ده، أنت ما تعبتش؟ يا راجل مش عارف تاخد حكم على الراجل، وطالع تقول ممدوح عباس ادفع الضرايب اللي عليك. انت امبارح قلت له ايه في موضوع الضرايب؟ ده صحيح، انت قلت ايه في موضوع الضرايب لرئيس نادي الزمالك؟ ما هو بص خلي بالك، بص صلي على النبي. اولا عايز اقول لك الانتخابات دي في 2009 وليست 2008 اللي اغمى عليه فيها، 2009 بس بصحح لك دي. الحاجه الثانيه احنا ما قلناش حاجه، هو كان في سر غير معلن يا عم علاء، وانت عارف ان احنا يعني في ملف الزمالك بنيجي تحت جناحه كعلوه، يعني احنا غلابه علوه، انت على باب الله. جالنا تفاصيل والحكم معانا وهنعرضه، انه خسر قضية الضرايب، عمل تسوية،
اول ما عمل التسويه احنا عملنا له قلنا له برافو يا مرتضى، انك انت بنيت على اللي عمله خالد بيه عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق، واللجنه الماليه اللي عملها النائب العام اللي عينها خالد عبد العزيز بقرار من النائب العام، ومن ضمن اهم مميزاتها انها وقفت الزمالك على الطريق الصحيح. مرتضى جه بنى على جمع الضرائب، وصل بمبلغ 110 120 مليون او 110 مليون انه بيتجدول على 30 40 مليون. يا علاء تقدر تقول للراجل غير برافو ولا انا غلطان؟ تمام. اللي حصل ايه؟ مرتضى كان جهبذ، راح قال لاداره الشؤون القانونيه عنده احنا مش هندفع التسويه ام 30 40، ارفعوا قضيه ان مش من حقهم ال 40 عشان ندفعهم خمسه. والقضيه تمد والقضيه تمد لغايه ما يزهقوا. اسلوبه طبعا الملتوي. الضرايب فوجئت يا عم، ما احنا مسويين مع اللجنه الماليه وشلنا لك كل الفوايد، يعني ايه لزوم انك ترفع قضايا على تسويه؟ اضطرت الضرايب انها تقدم للمحكمه كامل المبلغ 120 مليون جنيه او 130 او 110 واتيفر، الحكم هيكون عندي خلال ايام لان لسه بنطلعه من المحكمه. حصل ايه بقى؟ راحت القضيه وجات وعند عمك ابو دان وعمك ابو الجردان المحامين اللي ما لهمش لازمه اللي معاه، والقضاء المحترم الشامخ العظيم فاجأ الناس وقال كلمته من 10 15 20 يوم ولا اسابيع، الزمالك خسر القضيه كلها بكامل المبلغ. بكامل ايه يا عم علاء؟ المبلغ. يبقى كده الزمالك خسر القضيه بكامل المبلغ مع الفوايد، فاصبح المبلغ بالفوايد 150 مليون جنيه زائد اتعاب المحاماه زائد اللي اتدفع في المحاكم على القضيه دي. وبعد كده ايه؟ وبعد كده راحت الضرايب بعت له جواب من كام اسبوع قالت له عليك 100 جديده غير ال 150 بتوع الحكم، والحكم بات ونهائي وما ينفعش فيه تسويه حتى لو راح لرئيس الوزراء مش وزير الماليه. يبقى مين اللي بيضيع اموال النادي يا عم علاء؟ كنت هتدفع 30 40 دفعتهم مين؟ لا هو بيتكلم اتفضل. دي حاجه، نفس الوضع مبلغ الاستاذ ممدوح عباس القرض الحسن، استاذ ممدوح عباس صرف 80 حبا في الزمالك وعمل 40 قرض حسن. اول ما جه قال يا جماعه منين ما تفرج معاكم هاتوا الفلوس. طلع مرتضى شتمه واتهمه بالنصب. طب واحد قاعد يشتم في راجل محترم ويتهمه بالنصب؟ الاستاذ ممدوح اقسم بالله لو اني حصل قعده مع اي حد لانه ما بيقعدش مع مرتضى وقال الزمالك محتاج المبلغ ده كان تنازل عنه. لقي مرتضى قاعد يشتمه ويتهمه بالنصب وانه حرامي، راح الراجل قال خلاص انا يا عم حرامي انا عايز ال40 بتوعي. مرتضى دخل معاه في محاكم وشكك في الشيكات وقال لك مواعيد ومضروبه التوقيعات. عبال ما خلصت المحاكم المبلغ بالفوايد قفز ل 80 مليون جنيه. 80 مليون بعد ما كان 40، وايه؟ والميزانيه مكتوب فيها ايه زي ما انفرج معايا مصطفى بيه عبد الخالق؟ اتكفلت ميزانيه الزمالك 56 مليون اتعاب محاماه ورسوم محاكم، دي في الميزانيه ها، فوق ال 80. احسب بقى 56 على كم؟ ما رضيش يدفع 40 مليون. شوف هيدفعهم كم؟ 56 اتعاب ورسوم وهيدفعهم 80 ومش راضي يدفع، وقاعد الحسابه بتحسب هيوصلوا 100 ويوصلوا 120 طول ما بتدفعك الفوائد شغاله. بس في موضوع الضرايب اللي انت سالتني عليها لما انا انفردت بيه تعبوا فقال الكلمتين اللي انت قلتهم دول. اتفضل. تمام. انا طبعا باكد على كلامك فعلا، الانتخابات شهر مايو 2009 صح، انا اتلخبطت في التاريخ، الانتخابات شهر مايو 2009 فعلا ولا يهمك. لان الاستاذ ممدوح عباس وقيمته اكتسحوا رئيس النادي الحالي هو وقيمته، ولا هو نجح ولا حد من عنده نجح. وكان ساعتها لما النتيجه طلعت كان عمال يورور في النادي، لان كان ساعتها الاستاذ ممدوح فرق عليه باكثر من 2000 صوت. المهم الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي بيقول له انت بتتكلم بصفتك ايه؟ اول حاجه بيقول رئيس الزمالك ان الاستاذ ممدوح عباس كان امين الصندوق لاتحاد الكره المصري
سنة 2004 مع الأستاذ مع الكاتب الكبير الأستاذ عصام عبد المنعم لما تولى إدارة اتحاد الكورة. والراجل ما جابش سيرة نادي الزمالك، الراجل في كلامه كله بيتكلم على الدوري الممتاز وبيقول إن إلغاء الدوري يعد كارثة، وإن لازم اللجنة الخماسية تدي نفسها الوقت وتدرس الأمور بصورة كبيرة وتشوف الدوريات الأوروبية والدوري الأوروبية بتعمل إيه قبل ما تتفرع وقبل ما تبلغ الدولة بأي قرار. يعني الراجل ما جابش سيرة نادي الزمالك لا من قريب ولا من بعيد. لكن عشان مسألة استئناف مثابرة الدوري ده حاجة كده بتتعب رئيس الزمالك وبتخنقه وبتفرسه، فأي حد بيقرب منها بيخرج على طول يطول لسانه ويقول أي كلام مغلوط ويقول أي كلام غير حقيقي، زي مسألة انبار مليار جنيه دي اللي بقاله سنين عمال يتكلم فيها ومش عارف ياخد لحق ولا باطل مع الراجل، وعمال يرغي فيها على الفاضي وعلى المليان وما شفناهوش عمل أي حاجة أو في أي قرار خرج ضد الأستاذ ممدوح عباس.